مرحبا واضح، انا ريهام عبد الحميد، صاحبه فكره دركسيون كافيه متنقل هو باللاذقيه. نحن بلشنا من تقريبا سنه ونص. بلشت الفكره معنا من انه نحن كنا يائسين، كنا لنا 7 سنين نشتغل بالقطاعات الخاصه، من شغل لشغل او من شركه لشركه. اخر شيء حبينا انه نحن نعمل شيء يحسسنا بالامان اكثر، وما في شيء بيحسس بالامان مثل شيء ممتلك باسمك انت. والصعوبه الثالثه كانت انه نحن اهالينا، لانه هن ما كثير كانوا متقبلين هيدي الفكره. اول شيء بخصوص هو شيء صعب او غريب علينا نحن انه نحن نتقبل فكره انه نترك عمل، لانه العمل بالنسبه لنا هو بحسسنا بالامان اكثر. انه يترك الواحد عمل كرمال يبلش عم بيغامر فيه باللي بيملكه، بس ممكن ينجح وممكن لا. فهذا الشيء كثير كان يعني مثل صراع بيننا وبين اهالينا، وخاصه انه فكره جديده، فنحن كبنات ما كانوا متقبلين فكره انه نحن بدنا نطلع على السياره ونشتغل مع الناس بشكل تواصل مباشر. يعني هدول اكثر شيء نحن عانينا منهم بالبدايه كمشروع صغير. نحن بالاصل لما فتحنا هيدي السياره كنا عم نسمح انه نحن تصير هي سلسله موجوده جوا المحافظه وبرا المحافظه. هلا مبدئيا قدرنا انه نحن الحمد لله نعمل عربي ثانيه، بس بفكره جديده بطريقه جديده. هي مثل عربة جر الأحصنة، سميناها 1550، اخترنا القرن 16، والسلوغان تبعها كان كمان مسرحية لشكسبير اللي هو As You Like It. أنا دارسة أدب إنجليزي فشوي بحب هدول القصص. حتى التخديم فيها رح يكون غير، يعني أنا مثلا هيدي فيها مشاريب، هيدي فيها مشاريب ومأكولات وحلويات، بس كلها معمولة على الطريقة الإنجليزية. حاليا هي جهزت العربية، ناطرين بس الترخيص إنه هو يطلع مشان ننطلق فيها. كل هيك كل اسبوع كل 3-4 ايام لازم اجيب رفيقتي لهون ونمر لهون ناخذ قهوتنا ونقعد نتفرج على البحر. عن جد كثير طيبه وكثير ممتازه بيرفكت. بالنسبه للبنات فما تخافوا انكم تبلشوا بشيء يمكن هو مستهجن بالنسبه للمجتمع او لاهلك. يعني خذي القرار، تعبي هلا، واجهي المشاكل، حتى لو سمعوك كلام بيجرحك او كلام مسيء لإلك، طالما انت ما عم تعملي شيء غلط فكفي فيه. بالنهايه هيدي الشغلات كلها رح تروح، رح يضل بس نجاحك اللي انت رح تشوفيه.